صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح جديد مليء بالتفاؤل رغم كل الاحزان ورغم كل الظروف الصعبه اللي بنمر بيها. هنظل متفائلين وهنظل ملتزمين بالامل، لكن الامل اللي هيكون مبني على خطوات جديه هنقوم بيها وهنتكلم فيها مع بعض ازاي نكون كمان ايجابيين عشان الامل يجي، لان الامل بلا سبب اكيد مش هيجيب اي نتيجه. طبعا هذا الصباح لن تكتمل اشراقته ابدا الا بوجود زميلتي العزيزه اسراء. صباح الخير يا اسراء. صباح الفل يا محمد. اكيد يوم الثلاث بيبقى مميز بمشاركتنا مع بعض في تقديم الحلقه، وصباح الفل على كل مشاهدينا. يوم جديد مشرق، فعلا هنكون متفائلين مهما كانت اوجاعنا، لانه من رحم الاوجاع دايما بيخلق الابداع، فاحنا لازم نكون فعلا كلنا مبدعين في كل مكان وفي كل جهه احنا بنعمل فيها او حتى بنتواجد فيها. احنا النهارده انا ومحمد واحنا بنفكر في الانترو حبينا نتكلم عن حاجه كلنا بنعاني منها، مش بس غلاء الاسعار، كمان جشع التجار، بالاضافه الى جهاز حمايه حقوق المستهلك اللي شايفين كلنا انه مش بيقوم بدوره في ظل الجشع الشديد جدا اللي حصل الفتره الاخيره. عايزين نعرف ليه بقى فعلا في ارتفاع كبير في الاسعار، عايزين نعرف ليه ما بقاش في رقابه، ما بقاش في اي عقوبه، لازم يكون في هامش ربح معقول ومحدود للتاجر، ما تبقاش انت وارتفاع سعر الدولار وغلاء سعر البنزين، احنا دلوقتي 5 جنيه بكره هيوصل ل 6 جنيه 6.5، الله اعلم مش عارفه هيوصل لحد كام، بالتالي المواطن بيعاني في كل تفاصيل حياته، فلازم يكون في رقيب ولازم يكون في متابعه من جهاز حمايه حقوق المستهلك، ولا ايه رايك يا محمد؟ اكيد طبعا، يعني انا عايز اتكلم عن حاجه مهمه جدا. المواطن البسيط يا جماعه يعني ملوش غير جهاز حمايه المستهلك في هذه الايام، انا طبعا ادرك تماما الحجم الكبير اللي بيقوم به هذا الجهاز ومجهوده في ضبط اسعار السعر الاساسيه والرئيسيه، هم برضو يعني بينسقوا مع التموين، بينسقوا مع الداخليه، لكن بالنسبه للسلع اللي موجوده في الشارع ما حدش قادر يربطها. انا واحد من الناس كان عندي تجربه وكنت فعلا عايز اقوم بدور ايجابي وابلغ عن حد بيبيع حاجه ازيد من سعرها وهي يعني حاجه مسعره في كل الاماكن. اللي حصل اتصلت بالرقم الهوت لاين بتاع مجلس الوزراء وفعلا ردوا عليا بمنتهى الالتزام وبصراحه، وكان الرد فعلا من حد عايز يسمع المشكله، وادوني ارقام حمايه المستهلك. دي كانت الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه رقمين اللي اخذتهم بتوع حمايه المستهلك وهم ارقام ارضيه، الاثنين مرفوعين من الخدمه، ده شيء ضايقني جدا وخلاني برضو كمواطن مصر ان انا اقوم بدور الايجابي، ودورت على النت وجبت الهوت لاين بتاع حمايه المستهلك اللي اتصلت بيه ولقيت برضو الرقم عطلان. انا يعني ممكن اقول ان ده ضغط زايد على حمايه المستهلك او على خطوط التليفونات، لكن ما ينفعش ابدا الثلاث خطوط التليفونات بتوع حمايه المستهلك يكونوا مرفوعين من الخدمه تحت اي مسمى وتحت اي ظرف وتحت اي عذر. اتمنى ان هذا العطل يعني يخلص بسرعه، انا عايز اشوف الناس بتشتكي وعايز اشوف ناس بتتحرك على الارض، لان فعلا الوضع صعب. كفايه علينا يعني الوضع اللي احنا كلنا هنتحمله مع بعض بمنتهى الرضا ان احنا نشوف بلدنا بتمشي لقدام، يعني تحملنا مع بعض زياده اسعار البترول، تحملنا مع بعض تحرير سعر الصرف، وشايفين في مشروعات فعلا بتتم على الارض، لكن في المقابل كل زياده بيقابلها 10 اضعاف الزياده دي عند التجار. اذا دور الرقابه النهارده دور مهم جدا زي ما قالت اسراء. كمان مهم ان احنا نشجع الناس على تفعيل دورهم الايجابي، يعني انا بخاطب رئيس جهاز حمايه حقوق المستهلك اللواء عاطف يعقوب، حضرتك اكيد منوط بيك انك تهتم بكل شكوى، عارفه ان الجهاز اكيد بتوصله شكاوى كتير، ولكن احنا كنا بالنادي من زمان يا جماعه، ما حدش يستهين ابدا باي مشكله، وتحديدا اللي ليها علاقه بفساد اطعمه، بعدم نظافه، بمشاكل صحيه، بتصريح حتى من وزاره الصحه لاي محل او حتى محل عصاير. يعني انا دخلت برضو شفت اكتر من مكان كنا بنصور فيه محلات ما اعتقدش انها واخده ترخيص او في متابعه اصلا من وزاره الصحه، فبالتالي لازم ندعم دور المواطن الايجابي يا سياده اللواء. على قد ما نقدر لازم نفعل الخطوط بتاعتنا، مش زي ما قال محمد يبقى في خطين ثلاثه وكمان مرفوعين من الخدمه، لا احنا عايزين يبقى حتى كمان في موقع خاص بيكو يبقى بيستقبل الشكاوى. في كتير من الناس بتستخدم الانترنت، اللي ما يقدرش يستخدمه او ما يعرفش بيتواصل معاكم في التليفون. كمان المهم ان احنا بقى يكون لينا دور ايجابي غير ان احنا نشتكي. في حاجه كده الناس كانوا عاملينها على الفيسبوك ان هم دايما بيدعموا فكره ان احنا نروح نشتري بالجمله، وتحديدا الكلام ده في موضوع الاكل والشرب.
طيب احنا هنروح نشتري بالجملة منين؟ عندنا سوق العبور، عندنا سوق 6 اكتوبر. في ناس كتير قوي بتروح وعلى قد ما المشوار صحيح بعيد عن معظم الناس، ولكن هم عزاهم الوحيد ان هم بيشتروا كل متطلباتهم بجودة عالية وكمان بسعر اقل. وكمان في حركة حلوة قوي السيدات يمكن في جروبات كتير قوي على الفيسبوك بينادوا بيها، انهم ممكن ينزلوا في وقت متأخر يشتروا الخضار والفاكهة والحاجات دي من اسواق الجملة، بتبقى سعرها اقل بكتير. كمان عجبني فكرة ان احنا دلوقتي فعلا بقينا بنتجمع، عاملين اعلانات على الفيسبوك، الناس اللي معاها عربيات بتقول يا جماعة انا هتحرك مثلا 8 الصبح من عباس العقاد مثلا لرمسيس، هيعدي على مناطق كتير جدا من الساعة كذا للساعة كذا، وفعلا الناس بتتجمع وبيشيروا في البنزين مع بعض. حلو ان احنا يبقى دورنا ايجابي، حلو ان احنا نقول للتجار لا، وده اكيد هيكون له درجة كبيرة جدا 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 في التقليل من الاسعار، ويا رب ان شاء الله يكون دورنا ايجابي، نحاول نعمل اي حاجة ان شاء الله تنفعنا، لان احنا فعلا الطبقة المتوسطة ابتدت تندثر وتختفي، فبالتالي ده خطر شديد جدا على المجتمع كله، وما بالكم بقى على الفقير او محدود الدخل. يا حلو صبح، صباحكم زي الفل في ساعه صبحيه. يا حلو صبح، يا حلو صبح، يا حلو. بنجدد التحيه بحضراتكم اعزائنا المشاهدين، ومجهزين لكم النهارده مجموعه من الفقرات الحواريه. هيكون عندنا فقره بعنوان النهوض بزراعه الارز، وهيكون ضيفنا فيها المهندس عمرو الدواخلي مهندس زراعي، وهنتكلم مع بعض في زراعه الارز وازاي كمان نوفر في المية في أثناء هذه الزراعة. كمان معانا فقرة مهمة جدا عن المياه الجوفية وأهميتها في الزراعة، وهنكشف الأماكن الجديدة واللي احنا عارفينها كمان، وإزاي نطورها من الأماكن اللي فيها مياه جوفية. وهيكون عندنا فقرة خاصة جدا خصصناها للأسرة المصرية، كيف نربي أولادنا ليكونوا أفرادا أسوياء ومفيدين لهذا المجتمع، إزاي نزرع فيهم كل ما هو مفيد، إزاي نخليهم يعتمدوا على نفسهم، في فقرة خاصة جدا هتكون ضيفتها دكتورة مي مصطفى المدربة بالتنمية البشرية. وأكيد طبعا هنبتدي يومنا بفقرتنا الإخبارية، واللي هنستعرض فيها النهاردة أهم الأخبار لهذا اليوم، وهتكون طبعا الفقرة الإخبارية مع زميلي العزيز محمد. استنوا محمد بعد الفاصل، وضيفه طبعا اكيد الصحفي اللي هينورنا، كل ده بعد الفاصل.